الطنين يا من القوقعة أو الذي الداخل أو الكوليسترول، أنا ما أعرف شنو تشخيصه، بس اللي يفيدك في علاج الطنين عشبة الجينكو بلوبا. عشبة الجينكو بلوبا هذه تنباع مرة ثانية أقول لك بالصيدليات ومحلات المكملات. أي. وأنا ترى شوف يعني آخر خبر عنها. أي. ما تلقاها الآن بالكويت، كلش كثر ما وصفها للناس ليش؟ ما تلقاها مخالصة ناخذها من الأسواق ماخذينها. إيه. تروح على شنو فوائدها يعني؟ بس حق الطنين؟ بس حق الطنين ممتازة جدا لعلاج الخرف المبكر وحالات النسيان. بس نعيد الاسم لو سمحت. طلعوا بعض فيكم. لا لا انا شنو عندي سؤال عن الاذن. جينكو بلوبا. شلون جينكو بلوبا؟ جينكو بلوبا. إيه. ياخذها من الصيدليه ومحلات المكملات، اذا 60 ملي جرام ياخذ حبتين باليوم، اذا 120 ملي جرام ياخذ حبه واحده باليوم. فهي اكثر شيء يستعملونها ايضا حق الناس حق الخرف حق الخرف المبكر. إيه؟ زين، نسيان، كثره النسيان. إيه؟ وتنشط الذاكره، وحق الطنين وحق الطنين. نعم.